وكل عام وأنتم بخير وشهر مبارك علينا وعليكم جميعا إن شاء الله باليمن والمسرات. نذكر حضورنا الكريم اليوم احنا في مجمع الظهران راح نتنقل في أرجاء هذا المجمع وعندنا هدايا خاصة جدا ما راح نقول لكم عليها، تابعونا وراح تشوفون، خليكم معنا. السلام عليكم. الله يمسيك بالخير. السلام عليكم. شهر مبارك عليكم بالصحة والعافية. عليك مبارك. تعرف عليك. حمد السنيد الله يحفظك. يا أهلا وسهلا، تشرفنا عليك وشهر مبارك عليكم جميعا إن شاء الله. متى آخر مرة أهديت أحد والديك هدية؟ قريب عيد الأم. يعني كم لك؟ يعني قبل شهرين. يعني. أهديت مين فيهم؟ الوالدة. الله يحفظها يا رب يخليها إن شاء الله. يا. وأنت؟ أمي بعيدة مني حقيقة، أمي في الجنوب ولكن كل يوم أنا أهديها، أني أسمع صوتها وأتصل عليها وأبارك لها. وحنا مقصرين مهما قدمنا، الوالدة ولا الوالد الله يرحمه. فسعيد جدا بهالسؤال اللي أتمنى أنه يكون يتفعل أمام الناس، إن حنا نتواصل مع الناس، مع أمهاتنا، مع والدينا، لأن اللي فقدهم بيحس بغيابهم. ما في شك، طبعا شركة زهريف أصرت أنه يكون لها دور اجتماعي هذه المرة. جزاكم الله خير وخطوة طيبة من عندكم، وهذه دعوة رجال الأعمال والشركات المؤسسات بتبني مثل هذه الأفكار. يعطيكم العافية. احنا اسمح لنا نقدم لك هديه من شركه زهور ريف تقدمها للوالده نيابه عنا وعنك. الله يحفظك، وسعيد جدا بهالمساهمه وجزاكم الله خير، ورمضان مبارك عليكم، وما هي بغريبه عليكم ولا على زهور ريف. الله يحفظك. السلام يا حبيبي. سمعت جيناك. شكرا، ما قصرت.